اسمك ايه؟ عمرو ماجانس. اي ماجانس بجد والله؟ ماجنس. شكلك ماجنس. عامل ايه يا ماجانس؟ الحمد لله تمام. ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. ماجانس تعرف اللغه العربيه؟ اه اكيد طبعا. ايه الدول العربيه بقى اللي ما بتتكلمش عربي؟ الدول العربيه ما بتتكلمش عربي؟ السودان. الله. الصومال. دوات البشره السوداء خلاص عرفناه. طيب لنا حاجه بيضاء. دوله تركيا. ايه الدول العربيه اللي ما بتتكلمش عربي؟ الدول العربيه ما بتتكلمش عربي؟ ايران. السعودية. الجزائر. تونس. تونس. مغرب. موريتانيا. بيتكلموا ايه بقى؟ فرنش. موريتانيا تقريبا. ليه سموها دول عربية حبيبي؟ ما اعرفش. ايران. ايران دول عربية بتتكلمش عربي؟ لا ايران دولة مش عربية. ايران دولة ايه؟ بيتكلموا فارسية. مصر. احنا اصلا ما بنتكلمش لغة عربية دلوقتي. بنتكلم ايه؟ احنا اصلا ثقافتنا الماني. الماني. افلام وشها كمش عرب. مصر. مصر. بتتكلم ايه؟ بتتكلم عن مفيش اصلا دول عربيه بتتكلم دول مش عربيه عربيه يعني ترجم كده. كردستان في العراق بيتكلموا كردي مش كده؟ بلد عربي يعني لغتها عربي. ايه بقى البلد العربي اللي ما بتتكلمش عربي؟ بلد ام المغرب. جزر القمر. جيبوتي. جيبوتي المفروض انها جزر القمر. لا يا راجل جزر القمر حتت صغيره كده. جيبوتي حتت كبيرة. الدول العربية اللي ما بتتكلمش عربي؟ الدول العربية اللي ما بتتكلمش عربي دولة زي السودان بيتكلموا لغة غريبة كده. يعني كان قاعد معايا واحد سوداني كان كل ما هو قاعد معايا يقول اوه عندي في السودان بناكلوا برغيف العيش ما تفهمش هو بيقول ايه اصلا. ايه الدول العربية اللي ما بتتكلمش عربي؟ يعني ما بتتكلمش عربي؟ يعني بتتكلم قصدك يعني انجليزي مثلا ولا؟ الدول العربية ما بتتكلمش عربي؟ سبحان الله ده كتير قوي. كتير قوي زي ايه؟ انت عندك مثلا امريكا ما بتتكلمش عربي. اقسم بالله اسبانيا ما بتتكلمش عربي. يا ابني بقول لك دول عربيه ما بتتكلمش عربي. اسبانيا وامريكا دول عربيه. دول عربيه ما بتتكلمش عربي. اه انت عندك بص عندك مثلا شمال السودان. لا مش هنا. شمال السودان سبحان الله ما بيتكلموش عربي. ايه الدول العربيه اللي ما بتتكلمش عربي؟ الدول العربيه ما بتتكلمش عربي. ازاي دول عربيه ما بتتكلمش عربي يعني؟ امال تصنف الدول العربيه ازاي؟ انتوا الثلاثه دلوقتي نتحدي بينكم تكلموا باللغه العربيه الفصحى محدش يقول كلمه واحده عاميه. ابدا يلا بهيا بنا اتكلم. هيا بنا نذهب الى الجامعه. لا يا اخي وات. ماذا عن الشاورما؟ لا احبها. انا احبها. اذهبي بدوني. هل ستتركيني اذهب وحدي؟ اجل. ما هذه النداله يا فتاه؟ كنت العب الكره فوقعت. فوقعت. فكسرت مثلا. فكسرت. مثلا. فدخلت المستشفى. دخلت المستشفى. فتجبست. روحت البيت. قعدت البيت. عملوا لي امي عملية الشوربة كده تسلم ايديها والله. شوربة. مع السلامة حبيبي. هيا بنا للصلاة. الصلاة خير من النوم. أجدك يا صديقي في غاية الشياكة اليوم. غاية الشياكة. عائلها باللغة العربية. سكرتك أمك. ليه كده طيب؟ طيب عايزك تكلم لمدة دقيقة باللغة العربية الفصحى. جيت في حتتي. بيقول لك كنت في ساعة متأخرة من الليل. يقول لك. فذهبت إلى الخمارة واحتسيت المزيد والمزيد والكثير من الجعة. فوصلت إلى حالة عالية من السكر. فذهبت إلى بيت المحبوبة. وكانت واقفه امام المنزل في البلكونه. وكانت الافكار الشيطانيه تتوالى على راسي. وانا في حاله عاليه من السكر. فذهبت اليها مترنحا. وخلاص بقى داخل عليها. يعني انت يوم ما تتكلم لغه عربيه فصحى تتكلم في حاجه شمال. كنت البارحه اي حاجه بقى يعني مع نفسي سارحه. ونفس الطريحة. سنذهب إليهم جميعا وندمر بلادهم. لقد أخذوا منا رجالا وقتلوا منا رجالا جيلا بعض جيل. بعض.
وانفرد الأهلي بالمركز الثاني في انتظار ثلاث مؤجلات يصعد بعدها إلى مركزه المفضل ليحتل صدارة الدوري ويفوز به في نهاية المطاف. أنا هتكلم بلغة العربية الفصحى وكده. في بيت شعر بتاع أبو نواس كان بيقول: بك أستجير من الردى وأعوذ من خطوات باسك، فإذا قتلت أبا نواسك من يكون أبا نواسك؟ حلزونة يوم الحلزون دينا يوم الحلزون. الجو ساعة ولا أنا ساعان؟ إيه؟ الجو ساعة ولا أنا ساعان؟ تعرف تقولها باللغة العربية الفصحى كلمة دي؟ الجو سنة كده. الجو ساعة ولا أنا ساعان؟ ولو كل اللي عارفينك قالولك إني منفعكيش، ولو كل اللي عارفيني قالولي تنسيني، وحشتيني. عايزك تعرب الجمله دي: القدس عاصمه اسرائيل. القدس عاصمه اسرائيل؟ يا عم الكلام ده مفيش الكلام ده. القدس عاصمه اسرائيل. عايز الجمله كلها تعترب اعراب. القدس مبتدا. القدس مش مبتدا، القدس عاصمه فلسطين وهتفضل عاصمه فلسطين. اسرائيل دي مش تبعنا. اسرائيل سقف له. انا سقف له. انا شفت العيال اللي بتفهم. شفت سقف لنفسك انت. طيب ماشي سقف له. والله العظيم كل اللي واقف له سقف له.